بالقلب مساكم الله بالخير، كيفكم؟ طيبين ان شاء الله؟ وحشتوني. كيف صراحه صايره ما تنطق من الحر، في حر مو طبيعي، لكن الشيء جميل ان شاء الله من يوم العيد راح تنزل درجه الحراره الى 25 26، يعني راح يصير الجو حلو ان شاء الله. هذا تطمينا لحبايبنا اللي في كييف او اللي جايين كييف، من يوم العيد حتنزل درجه الحراره ان شاء الله، ونتمنى لكم اجازه سعيده. حتى كييف سبحان الله عاد احس ما عاد فيها احد، شكله من يوم ما سافر فيحان اشتل الشعب معه وراح ابو كفيل. وكفيل جميله كبلد، رياف وطبيعه وخضار وذبايح وجو، والجو ابرد. كيف لها عشاق حبايبي. هذا الفندق اسمه دنيبرو، من ايام الاتحاد السوفيتي، رخيص ابو 3 نجوم. موقعه ترى جميل، يعني اللي بيجون كيف يبون حاجه رخيصه او سعرها مناسب، هذا الفندق اسمه دنيبرو، بعد الميدان على طول. اللي يحب يروحه ترى مو بشين، انا لاحظ الناس كلها رايحة اوكرانيا هوتيل، هذا بعد فندق كويس ترون، صح انه على قده لكن سعره معقول. صراحة الجو مرة حار والعالم ما عاد تمشي في الشوارع، حتى انا ماني قادر امشي والله، مرة جو حار. هذا شارع كريشاتك الحبايبنا، اهل كريشاتك، كريشاتك وطير كريشاتك على قولة فيحة. والله ذبحنا الحر، حتى لما افتح الشباك احس اني هذا الشارع المفضل لي انا، احب امشي فيه دائما صراحه، يعني الممشى حقي، وممشى كثير من السياح وسكان المدينه. ما شاء الله هذول السعوديين قاعدين يركبون السكوتر. هذا سوق تسوم، حبايب القلب عندي لكم محل اللي يحبون الحلا، عشاق الحلا والكافي بعد. هذا المكان من احلى المحلات اللي يسوون حلا، اسمه بلك ملك بار. ما شفت احد اعلن عنه، انا ماني من عشاق الحلا كثير، لكني من جد عجبني هذا المكان كثير، من زمان انا اجيه. بحط لكم اللوكيشن حقه. سفينيت يا بجالصة زراستي. سفينيت. شوفوا حق شغل مرتب على اعلى مستوى صراحة. بعدين دائما فل فل ما شاء الله، الله الرزاق سبحان الله، ما قد دخلت ولقيته فاضي. طبعا هذا المحل من اكثر من 10 سنوات انا اجي، ما قد دخلت ودائما الطابور طويل، بس الحين عشان الحر الناس صارت ما تذكر. يا زميل الريكلام انا بيطلع النوبه لوزي 6 مليون. حبايب القلب اللي يبغى يصرف دولار زي كذا يلقى العلامه، سعر الدولار اليوم 27 و15 27 و15. كثير محلات بالذات اللي جنب الارينا سيتي وجنب دبي هذول يكتبون 26 و15 عشان يخمك، او 26 و20، فتيجي انت مطفي النور تقول ايه و20، تنتبه للرقم الثاني، والسعر ما
طاحت عليك في 100 قرفن. فانتبهوا اذا جيتم تصرفون صرفوا بسعر 27 و15 الايام هذه 27 و20 27 و15 و10 هذه الحدود. والله يسهل امور. وانصح اللي بيجي السعوديه من السعوديه يجي معاه دولارات، لان الدولارات لما تجي تحول 27 احسن لك من انك تستخدم البطاقه. خلي البطاقه بس للظروف او الاحتياج، ما عندك فلوس انزلت انقطعت يكون عندك بطاقه. حبايب القلب، هذا من الكافيهات الحلوه وموقعه نظيف، تجمع كافيهات حلوه اكيد في ناس اعلنوا عنه. هذا اسمه تشيكن كافي الدجاجه، اللي يحب يروح كافي الدجاجه. كافي حلو، موقعه جميل في السنتر، مرتب، هذا هو شيء مرتب صراحه، يعني اي ريكومند. يعني هذه الدجاجة ها شوفيها. هذا الناس كمان حلوين وطيبين، وهذا الفيو حقه من برا. إذا تبغى تجلس برا عند الباص الأحمر حق لندن أو ورا البساج، الشارع الموازي للبساج، كله كافيهات، أماكن حلوة وأجواءها رايقة. في مطعم هناك، هذا المطعم كان زمان يجنن بس تغير المطبخ حقه، ما ادري عنه الحين الجديد كيف، بس انه زمان. هذا الفيو الجميل جدا، هذا الباص الاحمر اللي يحب يجلس يشرب كافي، الباص الاحمر اللي هو لندن باص. شوف هذه الكافيهات مرة حلوة، ترى هذا كافي ثاني ها، وهذا كافي ثالث، فيري ويل كافي. بعدين يجي المطعم الاخير اللي هو هذا اللي على النافورة، منطقة حلوة وفيها شغل مرتب، تجلس على النافورة كذا وتاكل بالعافية انت والمدام ولا انت وصديقك. منطقة مرة حلوة وآمنة. وهذا المطعم ذات راسمه جميل جدا، طبعا ما قد ذقت المطعم حقه بس زمان كان والله حلو، بس اكيد انه راح يتميز يعني بنفس الـ الاجواء يعني الجميلة، لأن موقع رهيب يعني. وهذا مطعم اسمه تلابيب، يعني تلابيب هوم كافيه. هذا لندن باص كافيه، اللي يحب يجرب أجواء الأجواء اللندنية في كييف. كافي تقدر تطلع جوته كمان في الدور الثاني، مع أيام البرد حلو تطلع جوا، أما أيام الحر ذي والله ما أنصح صراحة. وهذا المطعم الحلو اللي أقول لكم عليه، جو جميل صراحة. Very beautiful. وبالهنا والعافية.